السلام عليكم أخواتي، مرحبا بكم دائما في قناتكم سامي. اليوم إن شاء الله راح نتشاركوا معايا مشترياتي من الأواني المطبخية لشهر رمضان. دوكا نبداو على بركة الله. أول حاجة بسم الله، أنا نبدأ هنايا بطابونة، فوالا هذه طابونة جديدة. الطابونة تاعي شوية كدانت عندها حوالي 4 سنين، هيا قلت نشري حاجة جديدة لرمضان. والله دوك هذه البري تاعها مانيش عارفة قداه، باسكو جاتني هدية. وعندنا هذا الروبو، هذا حتى هو يعني هدية، ما زلت ما شريتش الساعة هذه. فوالا فيه كالكو يعني بياس، فوالا فيه لبغاء، يعني حوايج. سكوني حكمة الكاميري هنا، شوفوا هذه، ما هذو هدية يعني سما جابوهم مني من فرنسا. هي البياس تاعو، الحوايج اللي فيهم. هذا هو البياس اللي فيهم، فيه اسمه باتر، فيه طاس هذا تاع البرا، فيه هذه هذا تاع نخبطوا بهم العظام نتاع الزبدة. فوالا عندنا الثاني، مولينكس يعني لا مارك، حتى هو يعني من فرنسا، ما على باليش انا البري تاعو بده. مانيش عارفة البري تاعو بده، هذا هو جاني كادو. نزيدو نحلو، فيه طاس، نعرفو نشوفو الطاس تاعو. هادو جابهم لي راجلي في فرنسا كادو. فيه لافوي، كما راكم تشوفو هذي، وفيه لافوي، فوالا، وفيه البغاء، وفيه هذا مش عارفة تاع واش هذا، تاع جو بونس تاع العظام ولا مش عارفة هذا تاع واش، فوالا. وهذا الكيسان هذا تاع الجو،
فوالا بالقرعه تاعهم. هادو شريتهم 30,000 هنا كما راكم تشوفوا. هادو شعجبوني يعني هكا الكوزينه ملاح، شريتهم 30,000. بون عندي هذا السيرفيس هذا تاع استاجير كيسان تاع حليب وقهوه برك، ماشي سيرفيس كامل. هذا شريتو ب 400,000 ب 400,000 عجبني كيما راكم تشوفوا. هذه فريتاز يعني لا مارك مليحه ساب، هذه حتى هي جاتني كادو، مانيش عارفه يعني البري تاعها قداه دير. باش تشوفوها مليح هادي الصفاية تاعها كيما راكم تشوفو. هاي لا مليحة فوالا. انا كنت عندي وحدة مانيال بس قلت يعني هذه احسن فوالا كيما راكم تشوفوا. هذو هما يعني مشترياتي تاع شمال الجزء الاول، وان شاء الله الجزء الثاني دوك نكملوا يعني حوايج كيما الصحان كيما الكيسان كيما الحوايج هذوك ان شاء الله. فوالا انا نخليكم دركا نقولكم بقاو على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.